طاب يومكم. أدى الآلاف من مناصري التيار الصدري صلاة الجمعة في محيط البرلمان العراقي في مواصلة لاعتصامهم الذي دخل أسبوعه الرابع. وعقب إخفاق المبادرات الداخلية يتوقع اللجوء إلى الوساطات الخارجية، وهذا ما أوحت به زيارة رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم إلى السعودية. مقربون من الحكيم يقولون إنها تحمل أبعادا دينية، في حين يرى آخرون أنها قد تكون لبحث إمكانية وساطة مع التيار الصدري وإقناعه بالحوار. لا حوار مع الإطار التنسيقي من دون ضامن حقيقي، شرط يضعه التيار الصدري مقدمة لقبول أي مبادرة سياسية. أزمة الثقة بين الأحزاب وتجارب الانقلاب على الوعود السابقة قد تحول دون قبول زعيم التيار مقتدى الصدر بأي ضامن دون الأمم المتحدة أو المرجعية الدينية العليا في النجف. التيار الصدري يقول أنه لا يثق بضمانات الإطار، بالتالي من هو الضامن؟ السيد الكاظمي، أنا أرى أنه حجم السيد الكاظمي لا يرتقي إلى ضامن لاتفاق سياسي، وهو المهدد ولايته الثانية حتى الآن. لذا أنا أرى أنه وجود الأمم المتحدة وممكن إشراك المرجعية الدينية في الحوار والضمان سيكون خير ضامن، وبالتالي يتم تهدئة التيار الصدري. إخفاق المبادرات المحلية في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء دفع الإطار التنسيقي للاستعانة بدول الجوار. طهران والرياض قد تلعبان دورا في الوساطة لقبول التيار الصدري بالتفاوض مع القوى الأخرى. طبيعة الوساطات التي تجري بين القوى السياسية من قبل دول الجوار ومن قبل القوى الخارجية، هذا أمر لا يمكن أن ننفيه، ولكن الآن نحن على وشك أن نتخذ قرار وطني. هذا القرار الوطني يمكن أن تكون دول الجوار كالسعودية وإيران وبقية الدول أيضا محركة في هذا الاتجاه. تشكيل وفد لزيارة زعيم التيار الصدري ودعوته للتفاوض أبرز ما اتفق عليه المجتمعون في الحوار الوطني الذي دعا له رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تمهيدا لطرح المبادرات الجديدة التي استبقها الإطار التنسيقي بزيارة ممثل عنه إلى السعودية، أملا بوساطتها في حل الأزمة يقول مراقبون. هدوء مؤقت تشهده ساحة الاعتصام أمام مبنى مجلس النواب بانتظار مخرجات المبادرات السياسية الداخلية والخارجية وترقب قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن دعوى حل البرلمان، قرار بنظر سياسيين قد ينهي هذا الاعتصام أو يحوله إلى ثورة شعبية. تحسين طه، العربي، بغداد. وينضم إلينا من بغداد عصام الفيلي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة المستنصرية. أهلا بك سيد الفيلي. هل باتت كل الطرق الداخلية مغلقة بين طرفي الأزمة العراقية، أم أن هناك مسارب، قنوات ربما تتيح لهما فرصة التلاقي على حد أدنى مشترك في لحظة ما؟ نعم، في البداية تحية لك صبا ولكل من يتابعنا. أنا أعتقد من يتابع طبيعة الوضع السياسي في بغداد بعد أن ذهب التيار الصدري إلى ما يعرف بالحراك الشعبي، في كل يوم يزداد الأمر تعقيدا. مقابل هذا كله أن الإطار التنسيقي أيضا ما زال مصر على موقفه، وبالتالي يبدو أن ما قاله السيد هادي العامري الذي يتبنى ويسعى إلى رأب الصدع ما بين الطرفين حينما قال نحن بحاجة إلى حوار قادم على التنازلات، إلى الآن الإطار التنسيقي لم يقدم أي بادرة في هذا الموضوع. لا هو قدم يعني حقيقة استطاع أن يغير السيد محمد الشياع السوداني مرشح السيد المالكي إلى رئاسة الوزراء، ولا هو استطاع أن يهدئ من طبيعة التسريبات التي تجري من هنا وهناك التي تؤدي إلى الاحتدام. ولذلك أقول أن الموضوع بالأصل هو عبارة عن صراع ما بين مشروعين، مشروع يدعو إلى التوافقية السياسية القائم على النمط التقليدي لإدارة الحكم في العراق، ومشروع آخر يتبناه السيد مقتدى الصدر يريد به أن يكون منطلقا حقيقيا، سواء كانت الجزئية التي يتفق عليها الطرفان من حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة، لكن اختلاف في الآلية. لكن بالنسبة للسيد الصدر، موضوع الفساد الذي ما زال يقلقه ويقلق كل العراقيين، وفي كل يوم تظهر التسريبات حجم الفساد المتغلغل
في الدولة العراقية لدى كل المكونات ولا تقتصر على مكون واحد، وهذا سببه التوافقية السياسية إلى درجة وصلنا استباحة المال العام، انتشار الأمراض الاجتماعية، عدم القدرة على محاسبة أي شخصية سياسية بالرغم من ظهور كل هذه التسريبات، وبالتالي أن العراق يغرق في كل يوم في مستنقع آسن تسيطر عليه الطبقة السياسية. طيب مع هذا الانسداد للطرق على المستوى الداخلي، هل من فرصة لتدخل دول الجوار الإقليمي؟ عمار الحكيم اليوم في السعودية وهناك في الحقيقة تساؤلات عن ارتباط زيارته بالأزمة الحالية في العراق. يعني أولا بعض الأطراف السياسية تعتقد أن السيد مقتدى الصدر لا يستجيب إلى الأطراف الإيرانية، وبالتالي هم ربما يكون الإطار التنسيقي الأقرب. فذهب السيد عمار الحكيم إلى السعودية وظنا منه بأن ممكن أن يكون هنالك ضغوط في هذا الموضوع. اللافت للنظر، أنا أعتقد أن المشكلة أكبر من أن يكون هنالك توسط خارجي، قد يؤثرون من هنا وهناك، وكلنا يعلم أن بالنسبة للسيد مقتدى الصدر هو يعلم أن قد يكون مفتاح الحل بيد المرجعية الدينية بالنجف الأشرف وليس بيد القوى الخارجية. أنا أتحدث كباحث وأكاديمي ومراقب للحدث جيدا. إضافة إلى كل هذا، مشكلة القوى السياسية في العراق هي تقبل بأنصاف الحلول الخارجية ولا تقبل بالحلول الداخلية، ولذلك بعض التسريبات تقول أن دعا سيد عمار الحكيم أن يكون هنالك اجتماع في الرياض للقوى السياسية. السؤال المطروح أمامنا، هل أن القوى السياسية جميعا تقبل أن تذهب للرياض؟ السؤال من كان يتهجم في يوم الأيام على السعودية وينعتها بشتى النعوت، فكيف له أن يذهب؟ وهنا أتحدث عن بعض الأطراف بالإطار التنسيقي. إضافة إلى كل هذا، يبدو أن السيد عمار أراد أن يستنسخ تجربة الطائف التي رعت السعودية يعني الاتفاق ما بين الفرقاء اللبنانيين في عام 1990. الآن الوضع في العراق يختلف تماما. اليوم السنة والأكراد يؤيدون الحل الشيعي الشيعي وهم يقفون بالمنتصف، إذن هم كلاهما ليس طرفا في الأزمة. بالنسبة للشيعة أنا أقولها بكل وضوح، إشكاليتهم أنهم حقيقة إلى الآن ما زالت بعض القوى السياسية بعيدة تماما عن مستوى النضج السياسي الذي يجعلها تقدر طبيعة الممارسة التي تفضي إلى نتائج كارثية. فحينما يكون العراق ضمن مستنقع الفساد، التأكيدات الدولية بأن المجتمع الدولي لن يقف ساكتا أمام هذه الطبقة، وبالتالي من المحتمل أن يتدخل على خط الأزمة فيما يخص الفساد. طيب، حتى الصراع على السلطة مو موضوع استحقاق مكون أو فئة بقدر ما هو محاولة تركيز أقول أساطين الفساد الذين اختطفوا الدولة العراقية ويتعاملون معها على أساس أنها مؤسسة ريعية. طيب، غير قابل للتفاوض معها في هذا الموضوع مع أي جهة أخرى. طب الآن بغض النظر عما هو ممكن أو غير ممكن في المستوى الإقليمي أو حتى الدولي، برأيك ما هي المحطة القادمة للصدر الآن بعد انتهاء المهلة التي حددها لحل البرلمان؟ يعني بالنسبة للسيد الصدر، أنا أعتقد المحكمة الاتحادية أجل النظر في هذا الموضوع بناء على دعوة قدمها السيد نصار الربيعي الذي قال بأن هنالك خرقا دستوريا واضحا بالنسبة للقوى السياسية التي كان من المقرر أن يتم اختيار رئيس الجمهورية خلال 30 يوما. هذه القضية أجلت من قبل المحكمة الاتحادية لغاية يوم 30. أنا قلت وما زلت أقول أن الحل الوحيد في حلحلة الأزمة وعدم التصعيد والوصول إلى مقاربات حقيقية في الحل هي مسؤولية السيد رئيس المحكمة الاتحادية، وقد يكون بإلهام الرئيس مجلس القضاء الأعلى، لأن رئيس مجلس القضاء الأعلى يكاد يكون هو الشخصية القانونية الأكثر حضورا مع القوى السياسية، يسمع من كل القوى السياسية وجهات نظرهم، يدرك مكامن الأزمة، وأكيد هو يمتلك من الحصافة والقدرة على قراءة ما بين السطور وما تؤول إليه النتائج، وهو يدرك تماما أن كثير من القوى السياسية هي لديها إشكاليات قد تتطور أحيانا من بعد شخصي إلى بعد جماهيري، وهنا جوهر المشكلة سيدتي.
وعليه أنا أقولها القضاء هو بيده الحل في هذه المرحلة، خاصة أن الاختلاف ما بين الطرفين حول آلية موضوع معالجة مشكلة حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة. شكرا جزيلا لك عصام الفيلي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة المستنصرية من بغداد. وللإضاءة على تفاعلات هذا الملف نتحول إلى مايا عواضة في المركز العربي لرصد نشاط وسائل التواصل الاجتماعي. شكرا لك فرح وأهلا بكم مشاهدينا. حصدت التطورات على ساحة العراقية واستمرار الأزمة السياسية ردود مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي. آلاف من مناصري التيار الصدري يقيمون صلاة الجمعة في بغداد مع استمرار الاعتصام المفتوح أمام البرلمان العراقي. نبدأ بالصحفي عمر الجنابي الذي يقول إن الصدر ومن خلال وزيره بدأ أكثر صراحة وأكثر وضوحا في الحديث عن خصومه في الإطار التنسيقي وغادر لغة الإشارات والتلميح. ويتابع الذي ينظر إلى العملية السياسية من الأعلى يرى جدرانا مهدمة وأخرى آيلة للسقوط لكثرة التصدعات على حد وصفه. أما الأكاديمي حيدر سلمان فيرى أن رسائل وبيانات الصدر ووزيره لا تكاد تخلو من مفردة التبعية في خطابه ضد خصومه من الإطار لترسيخ تهمة العمالة وبالتالي زيادة رقعة الفجوة بينهم وبين الأكثرية من العراقيين المقطين لفكرة التبعية ثقافيا وتاريخيا على حد تعبيره. في حين كان للباحث يوسف الشيقي رأي آخر، فهو يعتبر أن الصدر وصل إلى طريق مسدود، حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة لا يفي بالمطلوب، ويضيف يجب إيجاد مخرج سلمي إصلاحي يستطيع من خلاله مشاركة غيره بالمسؤولية عن النجاح والفشل. وبما يخص زيارة الإطار التنسيقي للمملكة العربية السعودية، يقول المحلل السياسي عصام حسين في هذه التغريدة وهو مقرب من التيار الصدري، يقول إن التيار ليس ضد زيارة الإطار لأي دولة عربية، ولا يمكن تخوين أحد أو وضع موضوع العراق على ما يصفه بالمسطرة المذهبية أو الصراع الأقليمي، إنما يريد التيار تبيان سياسة الإطار تجاه السياسة الخارجية وتناقضاتها حسب ما يقول. أما الناشط فرات علي فيعتقد أن ما يميز الصدر عن باقي القادة هو عدم رضوخه للتدخلات الخارجية في السياسة العراقية، فهو يعتبر السياسة الداخلية شأنا خاصا لا علاقة للدول به أو بها. في حين مشاهدينا بدت الكاتبة سارة القريشي أكثر تفاؤلا، فهي تعتقد أن رغم كل المؤشرات السلبية وغياب الصدر عن اجتماع القصر الحكومي، إلا أن مصادر مقربة من العامري والقاضمي تؤكد وجود بوادر حلحلة للانسداد السياسي في العراق وحل الأزمة بين التيار والإطار. وبهذه التغريدة مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة. عودة من جديد إليك فرح.